السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة، اكيد كالعادة هنتكلم عن النادي الاهلي، نرد عن كل الاكاذيب والشائعات المغرضة ضد النادي الاهلي. لكن في البداية زي ما تعودنا منكم دايما، افضل حاجة نبدأ بيها فيديوهاتنا هي الصلاة على الحبيب، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نخش على طول في اول فقرتنا. كريم حسن شحاتة واحد من الناس المحترمة اللي دايما بيقول الحق، ما يفرقش معاه الانتماءات. هو زملكاوي وبيعلم دايما انه زملكاوي، لكن هو مش من نوعية الاعلاميين الزملكاوية اللي بحاول ادلس او ازيف او ازور الحقائق. لا، الحق بيتقال ايا كان لصالح الاهلي هيقول الحق، لصالح الزمالك بيقول الحق. فكريم حسن شحاتة واحد من الاعلاميين المحترمين. كريم حسن شحاتة بيشهد بالحق ان محمد مجدي قفشة افضل صانع العاب داخل الدوري المصري، وده ردا على المقارنات اللي البعض بيحاول يعملها ما بين اوباما، ما بين عبد الله السعيد، ما بين محمد مجدي قفشة. انا مش هتكلم على لساني وهقول لك استحاله يبقى في مقارنات، لان المقارنه هنا هتبقى ظالمه، ظالمه للثنائي مش لقفشة، ظالمه لعبد الله السعيد عامل السن. عبد الله السعيد اللي مستواه متراجع بشده خلال الموسم الحالي والموسم الماضي. اوباما، وما ادراك ما اوباما، يعني لو سالت 10 من جماهير نادي الزمالك ايه رايكم في مستوى اوباما يمشي اوباما، 11 من العشرة هيقول لك مع الف سلامه والقلب دعيلك. اذا لما تحط الثلاثه في مقارنه مع بعض، خطا كبير جدا وظلم كبير للاثنين التانيين، مش لمحمد مجدي قفشه. قفشه افضل لاعب وصانع العاب في الدوري المصري. النهارده كان الاخ تامر عبد الحميد يبدو انه الاضواء خافوا تتعنوا شويه، فعايز يظهر في الاضواء مره اخرى، حابب ان قناه الزمالك تستضيفه مثلا، فطلع قال لك جمله مفيده. ايه الجمله المفيده اللي قالها الاخ تامر؟ قال لك طارق حامد لو في سن ديانج هيبقى قد ديانج 100 مره. هو يا جماعه انا عايز اسال سؤال، هو طارق حامد اتولد عنده 30 سنه ولا 34 سنه؟ لا، هو طارق حامد لما كان عنده 25 سنه كان حد بيسمع عنه؟ لا، طارق حامد اول ما راح نادي الزمالك كان طبع مع نادي الزمالك؟ لا، ده هو اخر موسمين بس اللي طارق حامد طارق حامد. فيا كابتن تامر عبد الحميد، يا راجل يا محترم، عايز تطلع في قناة او تظهر في قناة دي حاجة تانية، اطلع قول كلمة حق، انما تكون ان انت عارف من اين تؤكل الكتف. ولو عايز تظهر في قناة الزمالك ازاي تظهر فتطلع تقول طارق حامد قد ديانج 100 مرة لو كان في سنه؟ يعني مثلا نقدر نقول على كده بقى نروح جايبين مثلا واحد زي ميسي ونقول مثلا ميسي لو كان في سن مش عارف مارادونا كان هيبقى احسن منه 100 مرة. بلاش المقارنات اللي هي بتاعت لو، لان لو دي من الشيطان. اعتقد ديانج في سنه ده افضل من طارق حامد وقت ما كان في سن طارق حامد، بدل المرة 200 مرة مش 100 مرة بس. طيب تعال نروح لموضوع اخر. كلمنا قبل كده على الكرامة، قلنا ان فضل ونعمة من ربنا انك تكون اهلاوي، وان اذا كان في حاجة ممكن في الكورة تبقى حلوة فهي الكرامة، انك تحس دايما انك مشجع عندك كرامة. النهاردة كابتن حسين لبيب بعد شهر من المحايلة والمدادية، وتعالى يا ساس يوميا على الله، اعضاء اللجنة اللي بتدير الزمالك كل واحد منهم اشخاص محترمين وشخصيات محترمة، يطلع احنا منتظرين ساسي يرجع واحنا تحت امره، اي حاجة ممكن نسويها يا ساسي مع بعض، بس تعالى يا ساسي تعالى واللي انت عايزه. يطلع كابتن حسين لبيب يقول لك انا بعت 5 رسائل لوكيل اعمال ساسي ومحدش عايز يرد علينا. طب يا جماعة حد يرد؟ طب طمنونا عليكم حتى، طب قولوا اي حاجة يا ساسي، احنا ما زلنا منتظرينك يا ساسي، احنا مش عارف ايه يا ساسي. تخيل نادي كامل بادارته بجماهيره باعلامه كلهم بيتوددوا وبيحاولوا ان هم يكسبوا حبال الود ويوصلوا حبال الود بينهم وبين لاعب، لمجرد ان ده لاعب انا معرفش ايه امكانياته اللي تخلي نادي، يعني ده لو ميسي انت مش هتتحايل عليه المحايلة دي، انت مش هتطبطب عليه الطبطبة دي. النهاردة كابتن حسين طلع قال لك ايه بقى؟ فات شهر على سفر فرجاني
ومن 4 أيام محامي الزمالك بلغنا إن محامي ساسي بلغه إن اللاعب أصر إنه مش هيستمر وإنه مش هيكمل الموسم مع الفريق، وبناء على كلام المحامي بتاع ساسي هنتعامل مع الوضع قانونيا، احنا مستعدين للجلوس مع اللاعب في حال رغبته وملوش مستحقات متأخرة عند الزمالك، وتم خصم الضرائب وخصم العقوبات اللي موقع عليه من المجالس السابقة بعد إيقافه 6 مباريات وغيابه عن الفريق، وهنطبق عليه اللائحة. يعني هو انا عايز اسأل سؤال يا جماعة، هو ألم يعد هناك ماء للوجه للحفاظ عليه؟ يعني الراجل انت نفسك بتقول يا كابتن حسين يا راجل يا محترم، والله العظيم انا بحترمه حسين لبيب، بس يعني يا كابتن حسين ده انت بتقول بلسانك ان محامي فرجاني ساسي بيقول لكم خلاص كان فيه وخلص، مانيش راجعها تاني، مش معتب مصر تاني، خلاص وعقد انتهى خلاص. انت طالع تقول بعد ما تقول كده تقول بس برضو يا جماعة احنا منتظرين فرجاني، ولو عنده نيا ورغبة ان هو يرجع تاني احنا ممكن نقعد معاه ونتكلم معاه. هو في ايه يا جماعة؟ يا جماعة زي ما كنتوش عارفين يعني ايه نادي زمالك وايه هي قيمة نادي الزمالك، سيبوها احسن، سيبوها الناس تعرف قيمة الزمالك. النهاردة جماهير نادي الزمالك عدد كويس منهم بدأ يعمل بلوك لفرجاني ساسي، بدأوا يعملوا بلوك لفرجاني ساسي بجد. صحيح اه والله هي غريبة اه، بس لأ الناس بدأت يعني في ناس بتفهم بدأت تقولك لأ الموضوع في حاجة غلط، انت يا ابني هنفضل من ندادي فيك لحد امتى؟ انت مش احسن من نادي، الناس اللي كانت بتقولك وظالمين النادي اللي مقصر دلوقتي بدأوا يصحوا ويفوقوا. النهاردة في كلاب هاوس شادي عيسى موجود على كلاب هاوس وبيقولك وبيتكلموا عن هروب فرجاني ساسي من الزمالك مع واحد اسمه بركات وواحد اسمه شكري، وعاملين غرفة على كلاب هاوس تحت عنوان رسميا هروب فرجاني ساسي. طيب جميل، مبروك على الزمالك هروب فرجاني ساسي. تعال نروح لموضوع آخر مهم. طبعا السوشيال ميديا بيبقى ليها إيجابياتها وسلبياتها. النهاردة فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي النهاردة للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية. النهاردة المستشار تركي آل الشيخ كان امبارح خرج وأعلن عن بدء تصوير فيلم الثمانية، وهناك مسلسل بيقوم بتصويره أيضا. النهاردة البعض صرف فيديو للمستشار تركي آل الشيخ في إحدى المشاهد اللي بيتم تصويرها، ولكن للأسف اللي سرب الفيديو سربه تحت عنوان خناقة تركي آل الشيخ مع مواطن سعودي والاعتداء في ظل وجود الشرطة السعودية. طبعا هذا الكلام المستشار تركي آل الشيخ على صفحته الرسمية نزل الفيديو الخاص به وورانا كلنا الفيديو، وهل فعلا الفيديو دوت حقيقي ولا تصوير. مستشار تركي آل الشيخ نزل الفيديو وكتب على صفحته الرسمية، بس هوريكم الفيديو الاول وبعدين نبقى نتكلم. اهو طبعا لو تلاحظ في كاميرا التصوير، اصلا كاميرا التصوير موجودة وهوريها لك دلوقتي بصورة واضحة للفيديو دوت، في وجود المستشار تركي آل الشيخ في تصوير احد المشاهد في مسلسل بيقوم بتصويره. هوريك انا الصورة بتاعت المستشار تركي آل الشيخ وهو في الكاميرا اللي بتصور هذا المشهد. دي الكاميرا لو دققت معانا اي اللي عليها دايرة خضرة دي هي كاميرا التصوير اللي موجودة في المسلسل. والمستشار تركي آل الشيخ نزل على صفحته الرسمية على تويتر قال مشهد من تصوير مسلسل وتمثيل ويكتبون أي كلام وبس، ناشر المقطع أنت فعلا حقير، لا يوجد من هو أحقر من ناشر الإشاعة، تركي قبل كل شيء رجل أمن وأفتخر أني خريج لكلية الملك فهد الأمنية. طبعا كان لازم أن المستشار تركي آل الشيخ هو اللي يوضح قبل ما يتم نشر الفيديو، والبعض من الكارهين او المنافسين او اعداء النجاح بالنسبة ليه الراجل يطلعوا يصطادوا في الماء العكر. تعال نكمل في اخبارنا بخصوص عصام عبد المنعم. عصام عبد المنعم عضو لجنة الحكام في الاتحاد الافريقي لكرة القدم اللي اكد على حاجة مهمة جدا،
وده اللي أكد عليه كل خبراء الحكام عن مباراة الزمالك ومصر المقص، أن ضربة الجزاء التي لم تحتسب في مباراة مصر المقص ضد الزمالك ضربة جزاء صحيحة 100%، ضربة جزاء صحيحة 100% على نادي الزمالك، وقال إن الحكم تغاضى عن احتساب ضربة الجزاء. كلام دلوقتي يا جماعة اتغير. جماهير نادي الزمالك اللي كانت بتحلم في يوم من الأيام بوجود قناة تمثل نادي الزمالك، تكون خط دفاع أول بالنسبة لجماهير نادي الزمالك، الناس دلوقتي مش عاجبها قناة الزمالك. دلوقتي هناك سكريبت، وأنا بقول لك سكريبت، تعرف منين في سكريبت ولا الناس بتتكلم بلسان حال رجل الشارع؟ هتلاقي البوستات نفس الصياغة نفس الكلام، اعرف ان ده سكريبت متوزع على الجماهير عشان يقفلوا القناة بتاعة نادي الزمالك. الناس شايفة ان قناة نادي الزمالك ما بتغطيش الاحتفالات الرسمية ولا بتغطي البث المباشر من داخل النادي او للألعاب الجماعية او الفردية بالنسبة للنادي. هناك حالة من الغضب الشديد، قال لك القناة بتزيع ماتشات قديمة. طب ما احنا كان عندنا قناة فلان وفلان وفلان على اليوتيوب كانت بتذيع لنا ماتشات الزمالك القديمة. طلبوا من حسين لبيب، او في هناك حملة بتطالب حسين لبيب ان لازم هو اللي يتولى ملف القناة، واما ان القناة تشتغل وتجيب حاجات مباشر لجماهير نادي الزمالك، او اغلاق القناة والزمالك يوفر 40 مليون جنيه اللي بتدفعوا لإدارة القناة والشركة الراعية للقناة يوفروها لجلب لاعبين او صفقات تفيد نادي الزمالك. طيب تعال نروح للأخ خالد الغندور. طبعا خالد الغندور ما يبقاش خالد الغندور لو ما جابش سيرة النادي الأهلي، سواء كان على قناته على اليوتيوب أو على قناة نادي الزمالك أو صفحته الشخصية. خالد الغندور ما زال يعيش في وهم وحلم إن الزمالك الأكثر شعبية من النادي الأهلي. خالد الغندور بصوا، يعني انا هقول لك على حاجه، اللي الشخص اللي يقعد يعيد ويزيد في موال اتقفل بقاله سنين، اعرف ان الشخص ده ما عندوش ماده يقدمها، ما عندوش حاجه جديده يقدمها. خالد الغندور عايش واكل عيشه في الاعلام على موضوع ملف نادي القرن، مظلوميه نادي الزمالك الدائمه والمؤامرات الكونيه اللي بتحاك ضد نادي الزمالك، وكالة الأهرام هي سبب بطولات الأهلي والحكام هم سبب بطولات الأهلي، وكمان ضيف ليهم موضوع الشعبية. يا جماعة هو احنا بنتكلم بالدليل والله وبنحترم عقل الناس كلها. هات لي أي ماتش لنادي الزمالك اتلعب بره مصر في الوطن العربي وكان الملعب مردوم على آخره. هات لي أي ماتش سوبر بين الأهلي والزمالك والملعب النص بتاع الزمالك كان مليان على آخره، ولا ماتش. ولا ماتش نادي الاهلي بيروح السعوديه الملعب بتلاقيه متقفل، جماهير اهلي بتشجع. بتروح الكويت متقفل، بتروح الامارات سواء كان ماتشات وديه او ماتشات سوبر، لعبنا قبل كده قدام روما في الامارات الملعب كله كان متقفل. لعبنا الزمالك في كاس السوبر النص بتاع الاهلي مفيش مكان لقدم، النص بتاع الزمالك ربعه زملكاوي والثلاث ارباع مش قادرين نغطيه. بدأ جماهير النادي الأهلي تشتري تذاكر وتخش هي، ولو شفنا الناس كانت لابسه التيشيرت الأحمر وقاعده مع جماهير الزمالك، وبدأوا يغطوا ويداروا ويحاولوا يستروا الجزء الفارغ بالبنرات بتاع جماهير الزمالك. ففكرة الشعبية دي يا خالد، يعني بص هو موضوع ولا خلاص، يعني بلاش نقعد نتكلم ونرغي فيه كتير. وأنا واثق 1000000% إن خالد الغندور آخر ما يزهق هيقول لك خلاص إحنا عشان نحسب الشعبية ومحدش يقدر يقول مين اكتر سواء كان جوه مصر او بره مصر، نعد الناس واحد واحد عشان نحسب الشعبية. طيب قال ايه الاخ خالد الغندور؟ قال لك الاهلي بيطالب دخول جماهير في نهائي افريقيا في المغرب عشان جمهور الرجاء هيشجع الاهلي. وانت ايه اللي مزعلك؟ هو مش ده الاهلي اللي ملوش شعبية في الوطن العربي؟ الحمد لله فضل ونعمة عندنا علاقات مع كل الاندية العربية، كل الأندية الكبيرة المنافسة في أفريقيا لينا معاها علاقات محترمة. ترجي التونسي ووريناكو باليافطات بتاعت جماهير الترجي، فاكرين الترجي جماهير الترجي لما كانوا بيقولوا عاهرة القاهرة كانوا بيقولوا على مين عاهرة القاهرة؟
تعرفين كانوا بيقولوا بقى على الاهلي قادمون لاسقاط الفرعون. حتى بعد ما خسروا وجهوا التهنئه للنادي الاهلي لانك بتتعامل مع الكبير عظيم القاره. الناحيه الثانيه في الرجاء، نادي الرجاء المغربي، نزلنا لكم صوره قبل كده، جماهير الرجاء تشجع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. النادي الاهلي بعد فوز الرجاء ببطوله الموسم الماضي بالدوري، النادي الاهلي ارسل تهنئه لنادي الرجاء. هناك علاقات طيبه على مستوى الادارات وعلى مستوى الجماهير سواء هنا في الاهلي او في جماهير نادي الرجاء المغربي. ايه اللي حرقك بقى ان الرجاء جماهير الرجاء هتروح تشجع الاهلي؟ ايه اللي تعبك؟ ايه اللي مزعلك؟ ما انت قبل كده طلعت قلت وقعدت تتباهى، انا بتوع الوداد بعتين لي دعوه عشان احضر ماتش الوداد في نهائي افريقيا وانا بتمنى فوز الوداد، والحمد لله الحمد لله فضل ونعمه يا رب انك يا خالد يا غندور شجعت الوداد المغربي، وفضل ونعمه يا رب انك يا خالد يا غندور شجعت الترجي، واتمنى منك يا خالد يا غندور من شخص مصري غيور على وطنه اولا وعلى ناديه ثانيا انك تشجع نادي كايزر تشيفز في مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا. طيب اخ خالد غندور قال لك العشره في خطر بسبب ازمه النهائي، وانت مالك عشرتين اللي في خطر، انت مالك؟ انت ايه اللي يزعلك؟ عزيزي المشاهد، في الوقت اللي الاهلي بيبحث فيه عن العاشرة هناك من يحلمون بالسادسة، السادسة مساء. خالد غندور قال لك النادي الاهلي بيفاوض والتر هوتش لاعب فريق كرة السلة، وشفنا ان محمود الخطيب بيقول ان الاهلي مش بيفاوض لاعب من الزمالك لكن هذا حدث وان شاء الله حسين لبيب يقدر يجدد. بصوا لا الاهلي فاوض ولا الاهلي اتكلم، لكن احنا بنحاول نعمل بروباجندا. ليه؟ عشان لما يجددوا الوالتر هوتش يقول لك شوف ليبو 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 الله يا لبيب. ما ده النداء الجديد بتاع جماهير الزمالك لكابتن حسين لبيب، خدوا الجزء بتاع بيبو 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 الله يا خطيب بقت ليبو 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 الله يا لبيب. اه والله العظيم يعني ما عندهمش حتى تجديد، مش عارفين يجددوا. يا اخي اكتبوها على قماشه حتى وقولوها، حتى ليبو هو الله الله يا ليبو، هو ديت الحاجه الحقيقيه بتاعتنا واحنا اللي عملناها. كابتن احمد شوبير في قصف من الطراز الفريد، قصف جبهات من الطراز الفريد، قال لك ايه؟ قال لك اعذروني انا ما بتكلمش كتير على ماتش الاهلي وبيراميدز، في حاجات اهم، كايزر تشيفز ونهائي افريقيا اهم. اه والله يعني ماتش بيراميدز ده ولا فارق مع شوبير حاجه خالص، عندي ماتش افريقيا برقبته، عندي ماتش افريقيا ده بطوله، ماتش بيراميدز ده حاله 3 نقط. فقصف محترم جدا جدا من احمد شوبير. خلصت اخبارنا؟ ما خلصتش حكايتنا، استنى كل ارائكم وتعليقاتكم اكيد. شكرا ليكم، سلام عليكم.